أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم عن قرب. كانت اليمن قد قطعت شوطا كبيرا في التعليم بكل مستوياته، وشهدت استقرارا أضاف تطورا ملحوظا، لكن التآمر الكهنوتي الإمامي تجاه العملية التعليمية أعاد اليمن إلى الوراء. اليوم التعليم في أزمة حقيقية، من تشويه للتاريخ والمناهج وانقطاع رواتب للمعلمين. وفي ذكرى اليوم العالمي لمحو الأمية، يتجه اليمن إلى الأمية مجددا بفعل كل ما تعانيه العملية التعليمية، بالأخص في المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيات الحوثية. فيما يحتفل العالم باليوم الدولي لمحو الأمية الذي يصادف 8 سبتمبر من كل عام كفرصة للحكومات ومنظمات المجتمع المدني لإبراز التحسينات على معدلات الإلمام بالقراءة والكتابة، إلا أن رقعة محو الأمية في اليمن تزداد اتساعا بعد دخول ميليشيات الحوثي المدن بقوة السلاح ومحاولة تجهيل اليمنيين وتكريس سلطة الكهنوت من جديد، ليشمل ذلك طلاب المدارس الذين باتوا يتسربون من التعليم وتدفع بهم الميليشيات إلى جبهات المواجهة كوقود للحرب العبثية التي أشعلتها منذ 6 أعوام. وبذلت الحكومات المتعاقبة خلال 3 عقود الماضية جهودا حثيثة لتوسيع دائرة التعليم والحد من الجهل ومحو الأمية وتشجيع تعليم الكبار، لكن اليمن أصبح اليوم يتجه بفعل الميليشيات نحو التشيل، وهو ما تكشفه الأرقام والإحصائيات للضحايا من الأطفال وطلاب المدارس الذين تتخذهم الجماعة إلى جانب أبناء القبائل وقودا لحربها العبثية والاتجاه نحو تدريس ملازم الصريع حسين الحوثي بدلا عن المناهج الدراسية التي سممتها هي الأخرى بأفكارها الدخيلة. وتزامنا مع هذه المناسبة التي تهدف إلى تشجيع محو الأمية وتعليم الكبار، لم تتوقف سيناريوهات الحوثي بحق اليمنيين بمن فيهم طلاب المدارس، فالجماعة تواصل مخططاتها الهادفة إلى تدمير عقول الشباب والطلاب عبر نشر الفكر السلالي والترويج للفكر الطائفي من خلال فرض تدريس الملازم بدلا من إلحاقهم بالتعليم بمختلف مراحله ومستوياته، ليصبحوا متسلحين بالعلم ويسمون في عملية البناء والتنمية المأمولة للوطن الذي أنهكته الحرب. وتعمد الميليشيات إلى تعبئة وشحن المعلمين والطلاب بمشاعر الكراهية والعداء، وتكرس العنصرية المقيتة من خلال إخراجهم من المدارس إلى دورات تسميها بالثقافية، تكون المشاركة فيها بالإكراه لغسل أدمغتهم والدفع بهم إلى معارك الموت، الأمر الذي تسبب في تراجع مستويات التعليم وارتفاع نسبة الأمية إلى حد كبير. أهلا بكم وأرحب بضيفي عبر الهاتف الأستاذ خالد الأشبط رئيس المجلس التربوي، مرحبا بك. أهلا وسهلا بك أخي العزيز. نعم أستاذ خالد، يعني يوم عن يوم تتضح ما تقوم به الميليشيات الحوثية إزاء العملية التعليمية، ما آخر ما قامت به الميليشيات؟ أخي العزيز، كلما مر الوقت استطاعت هذه الجماعة أن تتقلقل في المدارس وبين أبنائنا الطلاب، وأيضا تسمم أفكارهم بأعمالها وتوجهها السلالي المجيد. طبعا آخر ما وصلت إليه هذه الجماعة بأعمالها توجهت على المدارس الأهلية، غيرت المسميات، ألزمت المدارس الأهلية أن تخصص 6 طلاب من كل مدرسة أهلية لكي تعمل لهم دورات ثقافية. أيضا ألزمت هذه المدارس أن تساهم في رسوم لصالح هذه الجماعات للمجهود الحربي. أيضا قامت هذه الجماعة آخر ما قامت به تغيير مجموعة من أسماء المدارس الحكومية وبأسماء من جماعتها ومن ما تدعي أنهم قيادات هذه الجماعة، بالإضافة أيضا إلى سعيها لتغيير الكثير في المنهج، وكل سنة تنزل بعض التغييرات وخاصة في التربية الإسلامية واللغة العربية والتاريخ.
كونها مركزة على توجه الطلاب الآن بتعد لتربية وطنية خاصة بها، يعني لأنه التربية الوطنية كان الكتاب هذا قد ألقي من قبل، والآن أعادت طباعة تربية وطنية خاصة بهذه الجماعة، واحتمال تنزله مع بداية هذا العام الدراسي وتلزم المدارس بتدريسه. نعم، ابقى معي أستاذ خالد إذا سمحت. الدكتور محمد جميح الكاتب السياسي، مرحبا بك دكتور. أهلا وسهلا. نعم دكتور، يعني كما أفاد ضيفي يعني الميليشيات هي يعني تقوم بتجريف العملية التعليمية، ولكن على خطوات، يعني كل سنة كما أفاد أيضا ضيفي تقوم بخطوة معينة، آخر ما قامت به الآن تجاه العملية التعليمية تغيير أسماء مدارس، وأيضا يعني أخذ 6 طلاب من كل مدرسة، ويعني كما سمعت ضيفي قبل قليل قال كل سنة تقوم الميليشيات بخطوة في اتجاه تغيير العملية التعليمية، يعني هذا الاتجاه بشكل متسارع نحو التجهيل، كيف يمكن التحرك سريعا لإيقافه؟ طبعا أخي العزيز، بعد تحية لك ولضيفك وللمشاهدين، الحوثيون يريدون بالطبع أن ينقلوا النموذج الإيراني بحذافيره، سياسيا وعسكريا وأمنيا واقتصاديا وتربويا وثقافيا واجتماعيا، ولذلك بل أقول أن إيران تريد أن تنقل نموذجها إلى اليمن عن طريق الحوثيين، لأن ما يجري يذكرنا بالخطوات التي اتبعها الخميني عندما عاد إلى إيران فيما عرف حينها باسم الثورة الثقافية بعد عام 1979 عندما اندلعت الثورة الإيرانية ضد نظام الشاه، وكان من وسائل تلك الثورة أن تبدأ بالمدارس تماما تغيير أسماء الشوارع، تغيير أسماء المعالم التاريخية، وتغيير المناهج، وصعودا إلى الجامعات وإعادة صياغة المناهج الجامعية، وإبعاد آلاف المنتمين إلى عشرات آلاف المنتمين إلى القطاعات التعليمية، سواء في التعليم الأساسي أو في التعليم العام أو في التعليم الجامعي. هذا النموذج يطبق الآن في اليمن، ولكن طبعا كما بدأ خطوة خطوة في إيران يبدأ كذلك في اليمن خطوة بعد أخرى. رأينا نفيا حوثيا في بداية العمر قبل سنوات لاستهدافهم من المناهج التغيير، لكنهم اليوم لا ينكرون ذلك، بل إن الكتب التي طبعوها فيها تغييرات جوهرية في طبيعة المنهج، إذ أدخلوا ضمن الشخصيات اليمنية التاريخية حسب تفكيرهم شخصيات حسين الحوثي، وجعلوا كذلك الإمام الهادي من ضمن شخصيات التاريخ اليمني المؤثرة، وكذلك عدد من الشخصيات التي تتمحور حول الطبيعة المذهبية والطائفية بهذه الحركة. على كل أخي العزيز، يعني ما لم يتم التحرر عسكريا من قبضة هذه الميليشيات، فإن النهج التربوي الذي تسير عليه سيستمر، لأنه لا يمكن الوصول إلى المؤسسات التعليمية التي يسيطرون عليها في صنعاء إلا برفع أو قطع اليد الحوثي عن هذه المؤسسات، وبالتالي الكرة هي في مرمى العسكريين وفي مرمى الجيش والمقاومة وكل القوى المقاومة للنفوذ وللسيطرة الحوثية على مناطق واسعة في بلادنا، وللأسف الشديد أن هذه السيطرة أيضا هي سيطرة على المناطق التي يوجد فيها ثقل السكاني الأكبر، بما يمكن الحوثيين من إعادة صياغة الخرائط التربوية والثقافية ولليمنيين التي يقولون بأنها أو يعملون على إعادة صياغتها تحت شعار معروف هو الهوية الإيمانية، وهذا المصطلح هو مصطلح يقصد به إعادة قولة هذه الهوية اليمنية لتكون نسخة مطابقة للهوية الإيرانية تحت مسميات الهوية الإيمانية، كما قالوا بأن شعارهم الذي يلحنون فيه الناس والذي يدعون فيه بالموت يقولون بأنه شعار قرآني وهو شعار إيراني بالسياسة. نعم، سأسألك عن ذلك دكتور وخطورة ذلك مستقبلا، ولكن
دعني أنتقل إلى الأستاذ خالد الأشبط. أستاذ خالد، يعني الخطوات التي قامت بها الميليشيات سابقا، يعني وكما أفدت أنت أنها يعني تقوم بتجريف العملية التعليمية ولكن بخطوات، وكما أفاد ضيفي الدكتور محمد يعني هي تريد فعلا أن تنقل التجربة الإيرانية ومنهج إيران إلى اليمن. الخطوات السابقة التي يعني اتخذتها الميليشيات في لتحقيق أهدافها، ما الذي تم عمله لمحاولة يعني منع هذه الخطوات أو كبح جماح هذه الميليشيات؟ أخي العزيز، أنا أؤيد كل ما طرح الأخ العزيز الأستاذ محمد جميه. هو كلمة إن إحنا نواجه هذه الجماعة، لا يوجد أي مواجهة من الداخل إلا من قبل المعلم وولي الأمر، ولا يمكن مواجهة إلا بقطع يد هذه الجماعة وهي العملية العسكرية كما ذكر ضيفك الكريم. واجه المعلمون الخطوات السابقة بحسب قدرتهم، إلا أن هذه الجماعة قدرتها أكبر وسيطرتها على مصدر القرار وسيطرتها أيضا على رواتبهم ومنعهم من مزاولة أعمالهم، بل وصلت إلى درجة فصل عدد كبير من المعلمين المقاومين لهذه الخطوات التي قامت بها هذه الجماعة. أيضا تم إقصاء عدد كبير من الإدارات التربوية سواء في الإدارات المدرسية أو في إدارات مكاتب التربية، بل ديوان عام الوزارة صفي تماما من الوزير للغفير، يعني كل ديوان عام الوزارة أصبح من منطلقهم هم الذي يعتبرون أنه عنصري طائفي، بالرغم ان احنا نكره ان ننسب هذه الاسماء لدينا، لكن هم حقيقه من جاءوا بهذا النهج. فاصبح الوزير يحيى بدر الدين الحوثي وتلقى الحارس ايضا من قبلهم. الكارثه ايضا انه ان توجههم لا يوجد له أي مقاومة. يعني كانت المنظمات الدولية مثل اليونيسيف واليونسكو والمهتمة بحقوق الطفل وحقوق التعليم، كل هؤلاء رفعوا شعار أنهم سوف يحموا التعليم، وجدنا أن هذه المنظمات قامت بطبع الكتاب الذي تم التغيير فيه، ووجودهم وبشهادتهم اليونسيف التي طبعت لأكثر من عام دراسي، بشهادة اليونسيف أنه فعلا تم التغيير، وللأسف الشديد وجدوا إلى ناحية طائفية، وجدوا بعض المواضيع التي أدخلت في المنهج. الكارثة أيضا الأكبر أنهم أخذوا مبالغ باسم أنهم سوف يصرفوها للمعلمين، 76 مليون دولار العام الماضي على أساس سوف تصرف للمعلمين بدل مواصلات عن طريق اليونسيف، لم يصرف منها إلا 6 مليون دولار ووردت لهذه الجماعة وقسمت ما بين بدل لموظفي اليونسيف وهذه الجماعة. يعني العملية تتهيأ لهذه الجماعة كيفما تريد، لا يوجد رادع لهذه الجماعة المقاوم، لا يوجد سوى ولي الأمر بحفاظه على ابنه والمعلم الوطني الذي تربى على قيم وطنية وحب الوطن، لا زالوا هم الوحيدين الذي يقاومون هذه الجماعة. يعني الإضرار أستاذ خالد، الإضرار بالمعلم بهذه الطريقة وتوقيف مرتباته بل والتحايل على المعلم، يعني كيف يؤثر مستقبلا على العملية التعليمية؟ هذا سؤالي لك بعد أن أنتقل إلى الدكتور محمد. نعم، ابقى معي أستاذ خالد إذا سمحت. دكتور محمد، يعني إلزام طلاب وطالبات المدارس في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية بترديد الشعارات الخاصة بها ورفض أغلب طلاب وطالبات المدارس ذلك، وخطورة أيضا الدورات الثقافية وإبعاد الطلاب عن التعليم الفعلي غير المعدل والذي تم تغيير المنهج فيه، ما هي مستقبلا؟ عفوا، ما هو السؤال؟
ما هي الخطورة المستقبلية لكل ما تقوم به الميليشيات الحوثية، سواء عن طريق إلزام الطلاب وطالبات المدارس بترديد الشعارات الخاصة بالميليشيات، وأيضا إلزام الطلاب بالدورات الثقافية، وإبعاد الطلاب عن العملية التعليمية الفعلية غير المغيرة المناهج فيها؟ طبعا أخي العزيز، يعني الخطورة واضحة لكل العينين. يعني هم عندما يعمدون إلى إحداث تغيير كبير في بنية المنهج، وعندما يلجؤون إلى ما هو أخطر من ذلك، وهو التعليم الذي يسمى في العرف التربوي بالتعليم الموازي، والمتمثل في الإذاعة الصباحية، المتمثل في الزيارات الميدانية، المتمثل في الخروج، المتمثل في المعسكرات والمخيمات والمحاضرات واللقاءات الصيفية. هذه من خلالها يجدون حرية أوسع بإيصال المفاهيم التي يريدونها للطلاب وغرسها في صغار التلاميذ. الخطورة طبعا أننا في الوقت الذي يزرع الحوثيون في مئات آلاف الألغام، والذي تم إخراج بعضها، سيصعب فيما بعد نزع الألغام المفاهيمية التي فخخ بها الحوثيون أذهان الصغار بالشعارات التي يرددونها، وباللقاءات التي يكثفونها، وبالدورات التي يعني يدعون إليها ويأخذون إليها الصغار ولو بالقوة أحيانا عندما يحضرون في دورات ثقافية، وبعد ذلك يذهب هؤلاء الصغار إلى المعارك. طبعا نخشى فيما بعد أن نكون أمام جيل قد تربى على الأدلجة الطائفية إنجاز التعبير، وبالتالي ستكون المهمة أصعب. ولا شك في الأخير بأن المفاهيم التي تحاول هذه الحركة أن تزرعها في أذهان الناس وفي أذهان الصغار هي ستسقط، لأنها ستنصدم في نهاية المطاف بالواقع الذي يرفضها، لأنها مفاهيم لا تعطي شيئا، لا تقدم شيئا، بينما الناس يحتاجون إلى المدرسة، إلى المستشفى، إلى الطريق، إلى المشروع الصحي، إلى مشروع الماء والكهرباء، إلى الخدمات. وهذه الحركة لا تقدم خدمات، وإنما تقدم شعارات ومفاهيم عائمة وعامة. وبالتالي بعد حين من الوقت سيكتشف الناس لأنهم قد صدعوا بهذه الشعارات الفارغة، كما اكتشف الإيرانيون اليوم لأنهم مخدوعون لهذه الشعارات، ويأخذون بالتظاهر كل يوم بشكل شبه يومي في يعني عواصم المحافظات الإيرانية المختلفة، رفضا للنظام الذي استمر منذ عام 1970. لكن نحن لا نتوقع لهذه الحركة أن تستمر، لأن الزمن تسارع، ولأن وسائل التواصل الاجتماعي موجودة، ولأن الوعي أيضا لم يعد يد سلطة بعينها، على الرغم من أن هم امتداد. هل وسقط الدكتور، يعني هنالك طلاب وطالبات رفضوا ترديد الشعارات، شعارات الميليشيات؟ على صحيح، طبعا هناك المدارس ترفض، وهناك ارتفاعات واسعة من الطلاب، يعني عندما يظهر المشرف الحوثي يطلب منهم أن يرددوا شعار الصرخة الذي يسمونه، يعني بشكل طبيعي وفطري الصغار يرددون الشعار الجمهوري المعروف بالتحية الجمهورية اليمنية أو بالروح بالدم الذي كياما كما هو معروف. لكن طبعا في المحصلة النهائية هذه الحركة هي لم تنجح، لكن يخشى من الاستنزاف ما بعد، سواء كان الاستنزاف الاقتصادي أو الاستنزاف البشري أو الاستنزاف الذهني أو الاستنزاف المفاهيمي، الذي سيأخذ وقتا من أجل أن يعوض. ولذلك نحن نقول بأننا يجب على كل المناوئين لهذه الحركة العنصرية الطائفية أن يستخدموا كل المنابر، والفضاء مفتوح طبعا للجميع، من أجل أن يقول الناس عن مدى خطورة هذه الحركة على الصغار بشكل خاص، لأنهم يترصدون للصغار لأعمار فئات عمرية محددة. ولذلك اليوم أخي العزيز، الذين يقاتلون في الجبهات كثير منهم آلاف حسب التقارير الدولية، التي رصدت آلاف المجندين من الصغار. واليوم صدر، اليوم الأربعاء صدر تقرير لجنة الخبراء الدوليين، وأشار إلى تجنيد الحوثيين فئة المراهقين والأطفال، بل إنه أشار إلى حالة يعني غريبة،
وهي استخدام الحوثيين لطفل دون 10 سنوات في مهام طبعا في الميدان قد لا تكون مهام قتالية ولكن مهام مرتبطة بالعمليات العسكرية كنقل أخبار أو نقل غذاء أو ما إلى ذلك. كما أشارت يونسف في أحد تقاريرها إلى أن الحوثيين يستخدمون الأطفال في مهام ربما كثير منهم في مهام قتالية لكن كثير منهم أيضا في مهام غير قتالية. إذن الحوثيون طبعا ينطلقون كما قلت من منطلقات إيرانية من ناحية التفتيت والتخطيط من أجل أن يعني حسب ما يتوهمون أنهم سوف يصحون يوما ما على دون واحد في اليمن على مذهب واحد إنجاز التعبير على طائفة واحدة إنجاز التعبير على سلالة واحدة إنجاز التعبير المتحكمة ولديها السلطة ولديها الثروة. لكن ذلك طبعا مناقض للطبيعة الأشياء ومناقض لمنطق التاريخ وحياته التي تتحرك الأمام. لا يمكن الناس أن يرجعون للوراء. هم سيأخذون مدى معينا ولكنهم سينكثؤون ويكفي أنهم لن يستطيعوا أن يصلوا إلى قلوب الناس وعقولهم بالمنطق وبالحجة وبالكلمة إنجاز التعبير. ولكنهم عندما عجزوا عن ذلك لجأوا إلى القوة وسيطروا على المدن وعلى عواصم المدن بالقوة ووصلوا إلى السلطة والثروة بالقوة. لماذا؟ وتمسكوا بالسلاح بالقوة. لماذا؟ لأنهم يعرفون أنهم بغير هذا السلاح وبغير هذه القوة لا يمكن أن يحتجزوا بالسلطة والثروة، لأنهم يعرفون مدى رفض المجتمع اليمني لهذا الفكر الدخيل على ثقافة المجتمع وعلى ديني وعلى تفكيري وعلى حداتي وتقاليدي. نعم الدكتور محمد جميح الكاتب السياسي شكرا جزيلا لك. أستاذ خالد يعني كنت سألتك يعني عن كل ما يتعرض له المعلم وخصوصا حرمان المعلم من مرتباته، يعني كيف يمثل ذلك استهداف مباشر للتعليم في المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيات؟ والسؤال في شقه الآخر، إلى أين وصلت معاناة المعلمين؟ أخي العزيز، أكيد أنه مع بداية سيطرة هذه الجماعة استهدفت المعلم بشكل رئيسي لأنه هو المحور الأساسي في العملية التعليمية، وكونها لم تعد البديل له، يعني لا تستطيع أن توجد 300,000 معلم في عشية وضحاها أو في سنة أو في سنتين أو في 3 سنوات، لأن هذا المعلم تم إعداده على مدار عشرات السنين، والمعلم هذا عد إعداد وطني وتلقى الدورات التدريبية وأيضا المؤهل السليم لممارسة العملية التعليمية. ولذلك أول ما بدأت في استهداف العملية التعليمية ركزت على المعلم، حاولت أن تسيطر على المعلمين بقضية الإغراء وقضية المرتب وتوقيف الراتب وتنقيصه وخصمه، فلم تستطع أن تؤثر على المعلم، فاتجهت إلى اتجاه آخر وهو الحرمان. حرمت المعلم من مرتبه حتى يخضع لدوراتها وأيضا لبرنامجها التي سعت لتنفيذه، فأوقفت رواتب المعلمين وبدأت بإعطائهم صدقات، يعني كل 3 أشهر تدي نصف راتب، كل 5 أشهر تدي نصف راتب، كل 6 أشهر تدي نصف راتب. وأكثر خوف المعلمين أنه الكل صامد من أجل أنه على الأقل يحافظ على الدرجة الوظيفية، وعنده أمل أن هذه الجماعة سوف تنتهي. لكن طالت المسألة بالنسبة للمعلمين، مما جعل كثير من المعلمين أن يتسربوا من العملية التعليمية ويبحثوا عن مصادر أخرى لكي يعيشوا أولادهم. نعم. لأنه في جزئية التسريب أصبحت المعيشة صعبة جدا. نعم في جزء نعم أستاذ خالد يبقى معي إذا سمحت في جزئية التسرب يعني التي ذكرتها، هنالك أيضا تسريب للطلاب مباشر وغير مباشر من المدارس إلى المتارس. أرحب بضيفتي الأستاذة إيمان النشيري رئيس قطاع المرأة في دمار. أستاذة إيمان مرحبا بك. أستاذة إيمان. هلا. أستاذة إيمان مرحبا بك. أهلا وسهلا. نعم، ما خطورة ما تقوم به الميليشيات في جزئية تسرب الطلاب من المدارس
إلى جبهات القتال وإلى المدارس ودفع الطلاب إلى الجبهات، وكيف يمكن المحافظة على يعني الطلاب المدارس والأطفال؟ ألو، نعم، هل تسمعين أستاذة؟ ممكن تعيد السؤال لأنه كان الصوت مش واضح. نعم، ما تقوم به الميليشيات اليوم من الزج بطلاب المدارس وأيضا الأطفال إلى المدارس، ما خطورة ذلك وكيف يمكن الحفاظ على طلاب المدارس وأيضا الأطفال؟ يعني هنالك تقارير تشير بأن أغلب من تزج بهم الميليشيات الحوثية هم في سن الطفولة وأيضا من طلاب المدارس. نعم، الخطورة لزج الطلاب في جبهات القتال وكذلك تسريبهم من المدارس وإضافة إلى تلغين عقولهم وأفكارهم بالطائفية والمذهبية من خلال الدورات التثقيفية التي يعملونها في البدرومات لأطفال صغار السن، يحاولون بذلك تجهيل الأطفال وإنشاء جيل متطرف إرهابي. هذا يعتبر في نظر أبناء المجتمع أكثر من الحرب. الحرب ستنتهي كما ظلت، ولكن عندما نلقن أطفال وننشئهم على قاعدة إرهابية متطرفة مبنية على الجهل والظلام وكذلك عدم وأخذهم إلى الجبهات واستنزاف البنية، الجيل الذي سيبني الوطن، حولوهم من الذهاب إلى المدارس إلى المجادر. من خلال متابعتي للأوضاع نجد أن أكثر الشباب الذين ذهبوا إلى الجبهات أخذوهم من المدارس، حتى أن بعض الطلاب كانوا من الأوائل في المدارس وأخذوهم إلى الجبهات واستشهدوا في الجبهات بذنب هؤلاء الميليشيات والعصابة. أصلا هذه العصابة لا تريد شعب متعلم ولا تريد شعب واعي، هي تريد أن تعيد بالشعب إلى الجهل والظلم والاستبداد ليظل الناس عبيد لها، ويريدون أن يبنوا جيل جديد يتناسب مع أفكارهم المذهبية واحتلالهم للأرض اليمنية بالمذاهب التي أتوا عليها من خارج الوطن. طبعا الذي استغرب له ان المنظمات الدوليه المسمى بالتعليم كمنظمه اليونيسف تعلم ما يقوم به الحوثي من انتهاك تاريخ التعليم وتسريب الاطفال من التعليم وكذلك اخذهم الى الجبهات وتجهيلهم، ارغام ادخال الملازم المتطرفه التي تدعو الى التطرف والارهاب والى خارجه عن الدين عن العادات عن التقاليد لا تمس بالدين بسلاح، إرغامها في كافة المراحل المدرسية سواء في الابتدائية أو الإعدادية أو الثانوية أو حتى طلاب الجامعة فرضت عليهم تلك الملازم ليدرسوها. لا أدري الجيل هذا إذا انشأ جيل متطرف لم يكن خطر بس على اليمن، بل سيكون خطر على الدول الإقليمية، لأنه لا نستطيع بعدها أن نعيد الأطفال إلى أو الشباب إلى الصواب إذا تم غرس هذه من طفولتهم. نعم أستاذ أيمن، بقي معي الآن نلاحظ ظاهرة خطيرة، اختطاف الأطفال بشكل غير عادي خاصة من سن 10 سنوات أو 11 سنة يتم اختطافهم ولا يتم، وبعد فترة يأتوا بهم من الجبهات أو يعني مستشهدين أو مفقودين لا يعلم أهاليهم أين هم. نعم بقي معي أستاذ أيمن إذا سمحتي. الحل أستاذ بندر تفضلي، بقي معي أستاذ أيمن إذا سمحتي، سأنتقل إلى ضيفي الأستاذ خالد. أستاذ خالد أهلا وسهلا. يعني السؤال أيضا المهم، لماذا تقف كل المنظمات المعنية بهذا الشأن موقف المتفرج، وما هي الرسالة للمنظمات وللعالم يعني إذا كل ما يعني كل هذا التجريف وأيضا كل ما يعتمل إذا الطلاب المدارس وأيضا يعني الأرقام التي وثقت ل يعني أطفال زجت بهم الميليشيات في جبهات القتال؟ أخي العزيز، هذه المنظمات لا تعرف تعمل إلا في مناطق ساعة
ساكنة مثل ما هو محاصل في اليمن أو في دول أخرى لديها المشاكل الموجودة في اليمن. هذه المنظمات تعيش على أو تقوم على هذا العمل. فبقى الحروب بالنسبة لها هدف، مثل جماعة الحوثي، مثل الجماعات الأخرى التي تدمر بلدانها. فهذه المنظمات حريصة على أن يبقى هذا الوضع القائم لكي تستطيع موظفيها يشتغلوا وتوفر لهم بدل تنقلات ومرتبات. لم نجد من هذه المنظمات إطلاقا أنها تسعى إلى فعلا إيجاد حلول، أو أنها تسعى إلى ما قامت عليه من مبادئ وقيم أممية عظيمة. هذه المنظمات مستمرة في على بهذا النهج، ولم نجد في تقاريرها إلا التقرير الأخير الآن في لجنة الخبراء الذي صدر اليوم، وجدنا فيه تلميح لمثل هذه الأشياء. لكن حقيقة منظمة اليونيسيف والتي هي من المفروض تعتني بالطفولة، وجدنا أن هذه المنظمة أكثر منظمة متعاونة مع جماعة الحوثي المنتهكة للطفولة، نعم، بل والسارقة للطفولة، بل والمدمرة للطفولة. وجدنا أن هذه المنظمة أكثر منظمة قامت بدعم هذه الجماعة والتغطية على أعمالها، نعم، وتصرفاتها. نعم. الأستاذ خالد الأشبط رئيس المجلس التربوي، شكرا جزيلا لك. أستاذة إيمان، وهو سؤالي الأخير لك، يعني كيف يمكن حماية المدارس كمناطق آمنة للتعليم، وأيضا الحفاظ على طلاب المدارس والأطفال من الزج بهم إلى الجبهات؟ أستاذة إيمان، هناك حبة من أولياء الأمور أنفسهم للحفاظ على أبنائهم وعلى تعليمهم، كما يجب التوعية في صفوف المجتمع سواء المتعلم أو الآباء أو الأمهات، كلا من جهته وكلا من مكان عمله، لكي يحافظوا على المؤسسة التعليمية ويعيدوها إلى مسارها الصحيح. يكفي إلى هنا. إضافة إلى ذلك، صحيح أن المنظمات واضح أنها تدعم الحوثي بشكل واضح، وأصبحت الآن بشكل غير عادي تدعمه واضح، ولكن يجب الضغط عليها أكثر وأكثر من منظمات الحقوق والإنسان، لأنه حتى الأطفال الذين لم يذهب إلى الجبهات يضطر أن يخرج ليبحث عن عمل لكي يعول أسرته التي فقد العائلة الأسرة استشهد. فيخرج الأطفال الصغار في سن 10 و9 و8 للبحث عن لقمة العيش لأباء لأمهاتهم وأخواتهم. هذه كارثة إنسانية كبيرة. يجب على المجتمع اليمني، وأنا أوجه رسالة من خلال برنامجك، بدل أن ينشغلوا في مواقع التواصل الاجتماعي بأمور تافهة وبأمور ليست لها أي أساس، يجب أن يهتموا بالأساس وهو أن يؤسسوا التعليم، لأنه التعليم هو أساس الحفاظ على المجتمع وثوابتها الوطنية، والحفاظ على المبادئ الجمهورية والوحدة والوطن، وكذلك الحفاظ على تحصين الشباب والأجيال من التطرف والإرهاب، وإنشاءه جيل متعلم يخدم بلده، نعم، لا يدمر بلاده. نعم. فأتمنى من الجميع أن يتفاعل في هذا الجانب وأن يوصلوا رسالة للعالم كافة أنه يجب أن يعود التعليم إلى مساره الصحيح، ويجب أن تحافظ الطفولة وتصان في اليمن الطفولة، فما أصبح به اليوم أطفال اليمن يدني القلب ويهز جبال مما يعانيه الأطفال اليمنيين في سن طفولتهم، يتحملون ما لا يتحمله يعني بشر. نعم الأستاذ إيمان، فهذا إجرام في حق الإنسانية وفي حق الطفولة. نعم الأستاذ إيمان النشيري، رئيس قطاع المرأة بدمار، شكرا جزيلا لك، والشكر لكل ضيوفي في هذه الحلقة وللمشاهدين الأعزاء، في أمان الله.